افتح كروتك افتح اسئلتك وجوابات يمين ولا رب. شمال؟ لا يمين. يمين خلينا يمين دايما ان شاء الله. بسم الله. بص رفع الكارت ازاي. في قصه حلوه عندك. بس انت بتحب انا اكتر ولا ابراهيم اكتر؟ ده حسام حسن. ايوه ده حسام حسن. ايوه يا ابن اللعيبه انت بتحبني. كان الكابتن حسام حسن. كنت لسه بسال الكابتن ابو العلا بالصدفه والله قبل. قال الحمد لله كانوا بيحبوني هما الاثنين. ما هم برضه الاثنين بيحبوني. وانا كنت بحبهم الاثنين. بس هو خلع ابو العلا خلع. لا ما انا مش عارف اخلع. بس انت عارف ان السؤال ده في المنهج عند حسام وابراهيم. ده اساسي. صح كده؟ يبقى الغزاله رايقه وقاعدين لوحدينا ورايقين. يقول لي انت بتحبني انا اكتر ولا ابراهيم؟ في كلتا الحالتين انت زعلت. فطبعا قلت له انت طبعا. لان انت فرود. انت بتجيب الجوايه. يا له يروح قايم ماسكني ونده يا ابراهيم عبد الجليل ما بيحبكش. يسنقوني الاثنين. قول يا جماعه. طب انتوا الاثنين قول واحد بس يا جماعه. مش هينفع. طب انا جاي كده هتضرب. هتضرب من هنا وهتضرب من هنا. بس الاثنين دمهم زي العسل وبتاع. بس هو دايما كان يسال السؤال ده. انا اسمع ده سؤال مكرر لكل مكرر. الناس. يقول وفي الحالتين في اي اجابه هتقولها انت خسران. انت خسران لان انت مش عارف تطلع منها. بس انا بقى ايه بقى اروح مرقصهم يعني. اقول له انا بحبك انت شويه بس عشان انت بتجيب اجوان. بحبك ابراهيم انت عشان بتدافع وما بتجيش فينا اجوان. سلام. فبسكت. سلام. السؤال اللي بعده حبيبي. بسم الله. تاني حسام حسن برضه. ايه الله ايه ده مكرر عليا النهارده. النهارده يوم الكابتن حسام حسن اتخانق معاك ليه؟ بسبب ايمن شوقي. لا هو مش بسبب ايمن شوقي بس. بسبب اي حد. مثلا اعدي فاعمل الكروس فحسام دايما مثلا بيقطع القريبه. فبيبقى معاه اتنين. فانا اروح ايه شايلها لايمن او رمضان لوحده مثلا. لوحده ما معهوش حد. يعني حسام لما بيقطع فبياخد الناس معاه. فالتاني اللي وراه جاي رمضان او ايمن بيبقوا فاضيين او فيليكس. فيروح حاططها. فنجري نهتمي حسام جاي لي انت هات ما بتلعبليش الكوره دي ليه؟ يا حس ما انت ممسوك باتنين حطها لي برده مالكش دعوه. يا كابتن ما الراجل اللي وراك فاضي. يقول لا انا. هو عشان كده حسام بقى العميد. حسام بقى هداف. صح. ما بيحبش يخسر ودايما يحب يلعب على طول. مره معايا يعني نجم كبير من نجوم الكره المصريه. وقال لي مره نزلت رقصت الفرقه كلها ورقصت الجول وجبت جول وكان حسام حسن واقف على يميني. ده وليد صلاح. انا عارف. فراح حسام راح زعق له قال له ما بصيتليش ليه؟ قال له انا جبتها جول يا كابتن. قال له لا. قال له لو كنت بصيتها لي كان هيبقى جول شكله احلى. عالمي والله. طيب الذكرى حسام طبعا اسطوره. اسطوره اسطوره الاساطير طبعا. ربنا يكرمه ويرزقه طبعا ان شاء الله. بسم الله. كلمني عن الناشئ الصغير ابو وفاء. تصدق ناشئ عنده المفروض 17 سنه اسمه ابو وفاء. لا ده حد قالها للمعيد. دي اصل دي مشهوره عندي في قطاع الناشئين قوي في المقصر. كان جالي ولد. كنت عامل ماتشات وديه كده فرقه 2002 بختار لسه لعيبه. فالولد جاي لي ببص كده يا كابتن حالق دقنه قوي فباينه. بس في باين ان انت حالق دقنك قوي. وشعر صدره طالع ورجل وشعر رجليه. فما 2002 ده المفروض هو كان ساعتها عنده 15 سنه 16 سنه بكتيره. فالواد لا مش 15 16 خالص. فقلت له انزل العب. خلاص اشوف. تمام. فالواد فارق قوي على العيال قوي. فكل ما العب لعبه حلوه الاقي في واحده قاعده في المدرجات ست كبيره يعني. ومعاها بنت صغيره كده ايه عندها 3 4 سنين. ويسقفوا خلاص. فقلت ايه يا امه يا خالته يا اخته الكبيره. فانا برضو ايه كل شويه يلا يا بابا يلا يا بابا. قلت لها بابا. رحت متسحب وطلع المدرج. رحت جايب ايه مصاصه للبنت. تعالي يا حبيبتي هو بابا ده محمد اللي بيلعب. قالت لي بابا بابا. فالست يا عيني مش عارفه تقول ايه ومش فاهمه. فبقول لها حضرتك بقى وان شاء الله محمد يبقى معانا. بس انا عايز البطاقه بتاعتك عشان نجيب له شقه هنا وتستقروا فيها. انت حضرتك متجوزين من امتى؟ قالت لي من 3 4 سنين. يعني 3 4 سنين يعني هو كان متجوز وعنده 14 سنه. عنده 13 سنه. هو ما عندوش 17 سنه. طبعا طلع عنده بالظبط 27 سنه. يا تخيل بيلعب فرق 10 سنين. فالولد هو بيلعب شافني قاعد في المدرج معاهم. راح سايب الكوره واقف حاطط كده. خلاص عارف الحكايه. يعني. والله ما جالي. مشي من بره بره. كان اسمه ابو وفاء. اسمه فمسمينه ابو وفاء. لان البنت اسمها لقيته تاني سنة بيلعب ضدي في نادي في الساحل في السواحل يعني حتة بعيدة يعني. دي أبو وفاء ده يا سيدي. حلو الحوار النهاردة لطيف. لا. قصص حلوة بدل القصص الحزينة. أنت جيت. هل صحيح أنور سلامة حبسك أسبوع في النادي الأهلي؟ بس القصة دي معروفة قوي. كابتن أنور سلامة ده أبويا. هو حبسني في النادي فعلا. مش حبسني. كنت ساعتها بقالي مثلا 5 6 سنين
فجت فتره كده كنت مستهتر شويه ومش مركز، فكان عامل ماتش ودي الساعه 10 الصبح، فجيت اجي اقف على الكوره كابتن اروح واقع، اجي اوقف الكوره تبعد، فانا اعمل له كده يقول لي لا خليك، والجمهور ابتدى بقى ايه كل ما تجيلي الكوره يتريقوا بقى ويضحكوا. عارف فاكر فيلم شحاته ابو كف؟ بالظبط. فخرجنا بعد البتاع مسكني هو كابتن صلاح حسني ربنا يمسكه، ده يديني بنيه في صدري اروح متدور لافف يروح تاني يمسك دي عايز تلعب كوره هتبات في بيتني في النادي اسبوع كامل، افطر واتغدى واتعشى واتمرن في النادي صبح وبعد الظهر ويبيت معايا واحد من اوضه اللبس. هايل. ده كان سنه 93. بس وانت كنت جوه النادي كنتش بتبقى مستهتر؟ لا خلاص بقى هتستهتر فين؟ والسنه دي والسنه اللي بعديها كسرت الدنيا. ففعلا كل الشكر دي. بص ده مدرب لما يكون مقتنع بلعيب يقف جنبه صح. هايل. اللي بعد كده هو انت وهاني رمزي كنتوا عايزين تروحوا فين لما خرجتوا من الفندق في اسبانيا وكابتن جوري عمل ايه؟ ده مع المنتخب. كنا في اسبانيا كنا عاملين ترانزيت يوم كامل. فطبعا اسبانيا ما ينفعش ما تنزلش من الفندق بالليل تخرج. لا عيب. لا عيب. الناس هيقولوا علينا ايه؟ الناس هيقولوا يقولوا احنا جينا اسبانيا قاعدين في الفندق ما يصحش. فطبعا الشارع اللي احنا كنا قاعدين في الفندق ده كان زايط قوي بالليل، فقلت لهاني بعد الساعه 12 نقول له هينام وننزل انا وانت نتمشى شويه كده ونشوف الدنيا فيها ايه في اسبانيا. نروح اسبانيا كل يوم. ناكل لنا برجر نشرب لنا قهوه. بالظبط كده. مفهوم. حاجه بسيطه يعني. تمام. وبنتسحب يا كابتن ونفتح باب الاسانسير ولقينا لك كابتن جوهري جايب كرسي على باب الفندق هو وكابتن فتحي مبروك وحازم وقاعدين بقى ايه برتيتا. مأساة. رايحين فين يا كباتن؟ قلت له قال لي اطلع فوق. جينا تاني يوم اتاري مش انا وهاني رمزي بس ده 15 لعيب كانوا كلهم برضو عايزين ينزلوا وكابتن جوهري قاعد لهم. لا ما طبعا اللي خرجوا دول زعلوا قوي بقى. لا ما بص ال 15 واحد دول اتعلم عليهم صح بس برضو كان فيهم فطاحل فما يقدرش. عدت. لا عدت طبعا لان كان فيهم ناس جامده. بس الحمد لله ده الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي. لا بيحصل يعني بس لا عادي. لا ما فيش لعيبه عندنا بتهرب من المعسكر. مش بتهرب. يخرجوا شويه كده يتمشوا كده نص ساعه. لا كده كده بيصرح ليهم ان هم يخرجوا من المعسكر عادي. بقت فري العمليه. بقت بروفيشنال شويه. بقت سهل. لا بالحب يعني. لا زمان ما كانش كده. ما في ما تخرجش من اوضه التلفزيونات كانت بتخرج بعد الساعه 12 بره الاوض. الفيش نفسها كان يخرجها. احنا في ناس عندنا في المعسكرات بيلعبوا ببجي لحد الساعه 4 الصبح. بقول لك التليفونات لازم تخرجها بره. ماشي. كنت بتروح ليه التمرين متاخر وقلت الفايسه ايه؟ كان فايتسا الالماني ده كان بيعمل التمرين 8 الصبح. وفايتسا ده كان مدرب الالمان دول داير كان يحبني قوي. فكل ما 8 وانا كنت لسه قاعد في المطريه مشوار فاروح له 8 وربع 8 و10 8 فانزل التمرين يندهل يجيب محسن طنطاوي يترجم متاخر ليه؟ قلت له والله اصل انا جاي وكان ناحيه كوبري القبه والرئيس معدي وموقفين الطريق فمحسن طنطاوي قال له فعلا عندنا لما الرئيس يعدي فبيوقفوا شويه لغايه فقال لي رئيس مين؟ قلت له رئيس مصر كان الله يرحمهم بقى. قال لي انا هم كان الاجانب لما يقوموا الصبح يفتحوا السي ان ان فبيشوف اخبار العالم كله فلقى ان الرئيس في اليابان اصلا قال لي الرئيس بتاعكم موجود في اليابان وانا شفته الصبح في السينما. قال لي انت بتكذب. مين اللي لحقني؟ كابتن احمد ماهر الله يرحمه. قال له يا محسن قول له حد من الوزراء حد يعني اي حد تاني اي حد اي موقف تاني. بس فايسا الالمان او الاجانب لما يعرفوا انت بتكذب مره خلاص لا يزعلوا قوي. زعلت بقى. زعلت. جاب تشتغلني. ايوه انت ما تلعبش معايا تاني. انا ما اعرفش انا اصلا ما كنتش اعرف الرئيس بتاعنا في اليابان ساعتها. غلطان غلطان. ببص على النشره بعد كده. ايه حكايه السلحفه مع هاني رمزي؟ السلحفه مع هاني رمزي احنا في انا هاني ورضا وعمرو كنا دايما مع بعض دايما بنخرج مع بعض كنا في افريقيا. فبنتمشى انا وهاني رمزي ورضا عبعال وكنا في المنتخب ساعتها. فمشينا انت عارف افريقيا هناك كابتن ممكن تلاقي حمار وحشي ماشي جنبك مش عارف ثعلب ايه حاجات كده غزاله ماشيه في افريقيا عادي. فهاني مريح على الرصيف كده وقاعد ايه مشينا فنايم ومغمض عينه كده وباصص فوق ومين ورضا عبعال شاف سلحفه عارف السلحفه كده كبيره وواقفه كده ساكنه وما بتعملش حاجه شالها ازاي ما تعرفش يا اخويا وراح حاططها على صدر هاني رمزي.
فهاني بيفتح عينه افتكر ايه حد بيقعد عليه مثلا او حاطط اي حاجه صعبه بص لقى وش السلحفاه جاي على وشه صعبه قوي راح ناطرها وقام من السويت وقلق التيشيرت وقعد يجري هنا وهنا وهنا اترع انا نفسي واقف يا ابني لازم انا بسمع الموقف ده لا 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 سلحفاه كامله فبيفتح عينه لقى راسها كده طالعه في وشه عارف انت مش ممكن لا ورضا مثلا يجيب تعبان صغير من بهتين من معاه والله يرميه لنا في المغطس مثلا في الاهلي فالتعبان الصغير ده لما ينزل الميه يقعد يعمل كده جاب مره اسامه عرابي عيني جه ينط اتمزق ما هو تعبان جاب للكابتن اسامه عرابي اصابه رمى جاب له مزق مره حط في جزمه الكوره تعبان طبعا اتقال ساعتها في الاخبار ان الكابتن اسامه عرابي اتصاب في التمرين او في لعب ماتش بره مثلا ولا حاجه انما هو اتصاب في المغطس حسام بيلبس مره الجزمه لقى تعبان فيه حسام حسن من مين كان حياته التعبان؟ رضا ما هو التعبان ده صغير هو ما بيقعدش كملي الحكايه فحط له التعبان في الجزمه فحسام جاي بيلبس جزمه الكوره فلقى حاجه كده بتاع بيعمل كده لقى التعبان نازل بيعمل كده طبعا يعني رضا بيحط يقعد يعمل كده ويجري برضه لا انا عايز اعرف باقي الحكايه لا حسام حسن لقى تعبان في الجزمه وعارف ان رضا عبد النار هو اللي حطه ما هو رضا عملها دي ونزل على الملعب جري وحسام يجري وراه والناس مش عارفه هو بيجري وراه ورضا يجري يلف في الملعب واحنا نجري وراه هيموته ما هو تعبان ده حسام لو شاف عصفوره تقول لي تعبان لا لا برضه في مواقف احكي لنا محضر اثبات الحاله اللي عادل عبد الرحمن عمل مكان معاك في الزمالك عادل هيزعل بس الحاجات دي زي رأفت الهجان بقى لها 30 سنه فتتقال النهارده حلاوه الموضوع النهارده ايه؟ حاجات فيها حاجات من الماضي لذيذه كوميديه لا لا كلها ضحك ما شاء الله احنا عندنا هولد كده في الكوره شويه والدنيا مريحه شويه فكويس نفتكر الحاجات الحلوه بتاعت الماضي دي لا بس دي جامده قوي دي جامده اجمد حاجه قابلتني في الكوره يلا بينا لما رحت انا والزمالك انا وعادل وكان ايمن شوقي قبلنا سبقنا فانا رحت انا وعادل فمضينا العقد فلما جه المدربين كان احمد رفعت الله يرحمه فاروق ما هي وجهه نظر فقال لا احنا مش عايزين عادل وكان مضى العقد فجه عادل وكنا عاملين معسكر في مصر الجديده فجه عادل ينزل الملعب فقالوا لي بلاش ومش عارف ايه عشان ما نحرجوش وخلاص يعني يروح حته ثانيه وكده فقلت لعادل بلاش فقال لي لا انا هنزل فجه نزل الملعب قالوا له لا مش هينفع انت مش يعني مش هنبقى معانا في الفريق فعادل لابس الشورت والفانله وجزمه الكوره فقال ماشي فراح واخد العربيه وايه اسم كده جنب ايه في مصر الجديده كده جنبينا وراح يعمل محضر اثبات حال عشان عامل عقد فدخل السول راجل كبير وشكله ما بيفهمش في الكوره يعني فلقى واحد دخل عليه بشورت وفانلة قال له لو سمحت انا عايز اعمل محضر قال له ليه؟ قال مش عايزين ينزلوني الملعب قال له يا ابني طب وليه؟ طب ما تلعب في الشارع اللي ورانا تاني انت راجل تعمل في اصحابك محضر العب في الشارع اللي ورانا الشارع فاضي ما فيش كابتن عادل وما يعرفش بقى عادل ولا يعني هو الراجل مالوش في الكوره وبعد بيقول له واحد مش عايزيننا ننزلنا الملعب قال له روح العب يا ابني في الشارع اللي ورانا يا ابني طب انت هتعمل محضر في اصحابك فبص له كده قال له صاحبي انا عايز اعمل في نادي ما بينزلونيش الملعب قال له فجي واحد بقى مش قال له فهو فاكر ان بيعمل عشان ما بيلعبوش في الشارع ضحك جدا لا ف دي لما عادل جه حكى هلا واصل كابتن عادل اصلا دمه خفيف جدا فهو عادل من الموقف قعد يضحك وبتاع ولا عمل محضر ولا عمل راح واخد بعضه وماشي قال له روح العب مع ناس ثانيه في الشارع مع ناس يا ابني عايزين يوقفوني جون عايزين يوقفوني جون في الشارع يوقفوني جون يا باشا اعمل لي محضر هنا عشان الناس دي قصة حلوة لا جامدة دي بص انا لما جه حكاها لنا عادل دي بس نادي الزمالك رضاه ووداه اعارة نادي الوحدة وكده برضه نادي الزمالك ما سابوش يعني هو لما عمل عقد فهو المدير الفني مش عايزه لا بصراحة الزمالك برضه جاب له عقد في نادي الوحدة السعودي وراح لعب سنة هناك يعني وكده بس ما اعرفش بقى راح الاسم عمل محضر تاني ولا لا بقى جميل الكابتن عادل لا لا طيب ذكر دايما محترم بس ده عشرة عمره هو انت لسه بتقابله؟ على طول والله على طول عادل انا دايما بقابل الكابتن عادل عادل صديق والله عزيز يعني احكي له على الموقف ده هيقول لك هو الكابتن عادل ما فيش قعده بيشاركنا فيها الا لما يبقى فيه كميه ضحك مش لا طبيعي. دمه خفيف وهو ما كانش بيعرف يلعب قوي يعني هو كان دايما طبعا هو كان يقول لك عمرو عبد الجليل وعادل مثلث وما طلعنا يعني فانا على عبد الصادق بقى وعلى خد عادل طب عمرو بيعرف يلعب عبد الجليل بيعرف انت داخل كارت حشر عادل لعب كاس عالم واحنا ما لعبناش عادل كان لعب قبلية في النادي الاهلي بربع ساعه يعني هو كابتن عليا انا كده عامل حسابي ابعت له الفيديو دوت انت بتقول ان هو ما كانش بيعرف يلعب لا ما هو ده دايما اقول له كده وتحاشر نفسك ليه في المثلث طب احنا كنا بنعرف نلعب بس عادل سبحان الله من احسن الفراوده اللي جت مصر بس ما خدش حقه بكلمك بجد عبد الرحمن لا فرويد وكان لازم يحترف الجوهري مش هياخده كاس عالم كده انما عادل كان تقيل يعني صحيح
سيبك احنا بنهزر، عادل اصل اخويا وعشره عمري يعني. كابتن عبد الجليل انت دايما بتشرف ودايما بتنور، النهارده الحوار معاك كان ممتع جدا. ربنا يخليك بجد. حلاوه الحوار النهارده انه كان في حته ثانيه خالص، فكرنا بايام. لا انت فكرتني بايام جميله صح؟ وانا الشريط بيعد قدامي في كل موقف من المواقف دي. بعدين عندنا مواقف كتيره قوي قوي، في حاجات تتقال وفي حاجات تتقال بره في الكواليس ما ينفعش تتقال. طب نروح نطلع بقى نسمع اللي في الكواليس.